السلام عليكم الشباب، موضوعنا في هذا الفيديو هو المعادلات. كمرحلة أولى غادي نبدأ معادلة من نوع X زائد A كتساوي B. ناخدو على سبيل المثال X زائد 5 كتساوي 7. إذا هنا المجهول عندنا هو X. أصلا حنا في معادلة شنو كنكون شنو باغين؟ علاش كنفتشو في هذه المعادلة؟ كنحاولو نجبرو في النهاية X تساوي لنا شي عدد وفقط، ما يكون حدها حتى شي حاجه. فبالتالي اي عدد قدام اكس كنحاولوا اننا نتخلصوا منه بطريقه صحيحه. فمثلا هنا في الطرف الاول عندي اكس زائد 5، اذا انا باش نجبر اكس كتساوي لي شي حاجه فانا خصني هاد 5 ما تبقى لي شي في الطرف الاول، يعني تمشي بحالها. باش تمشي بحالها اما يعني عندها طرق باش كنتخلصو منها، او كنقولو ترجعنا للطرف الثاني، اما او بالاحرى نوريكم الطريقه كيف كنعملو. بدايه كناخدو مثلا هاد اكس ياك، نعاود نكتب هنا، عندي اكس هنايا زائد 5. مزيان، شنو هو العدد اللي انا الا زدت على 5 غادي تمشي؟ لان الهدف ديالي هو اني نحيد 5 من هاد الطرف هذا باش تبقى لي اكس بوحدو. عندي هنا الجمع، فبالتالي غنفتش اني نزيد واحد العدد الخمسة، باش انا الا جمعت هاد 5 مع داك العدد غتعطيني صفر. وطبعا اي تغيير كنعملو في الطرف الاول وفي الطرف الثاني، لان هادي عندي معادله باش ما كيوقعش تغيير في المعادله ديالي. ببساطه اي عدد كنزيد له انا المقابل، الا جمعت العدد والمقابل ديالو كيعطيني صفر، مجموع عددان متقابلان كيعطينا الصفر. فبالتالي العدد اللي انا نزيدو لهاد 5 باش يعطيني زيرو هو زائد ناقص 5. هنا نبين لكم هكذا مزيانة مزيان، باش انا ملي نجمع 5 مع ناقص 5 عطيني صفر، وبالتالي يبقى لي في الطرف الاول اكس تساوي شي حاجة، يعني العدد اللي كنفتشو عليه. هنا في الطرف الثاني عندي 7 هاي، وبما اني عملت واحد التغيير في الطرف الاول اللي هو زدت ناقص 5، حتى الطرف الثاني خصني نزيد فيه ناقص 5، يعني باش ما كيتغير لي شي المعادله ديالي. بحال الميزان، غيرتي زدتي شي حاجه في الطرف الاول خصك تزيد نفس القدر في الطرف الثاني باش كيبقى عندك الميزان متكافئ ومتعادل. واضح؟ اذا غادي نزيد ناقص 5. مزيان مزيان بزاف. اذا 5 زائد ناقص 5 هذا مجموع عدد كيعطيني صفر، مشات يعني كيبقى لي صفر. اذا في الطرف الاول شنو بقى لي؟ اكس كتساوي 7، نعاود نكتبها ماشي مشكل، 7 زائد مع ناقص كتعطيني ناقص 5. مزيان، قبل ما نحسب هنا نحاول نشير لهاد المسألة هادي. هنا بزاف منكم كياخدو هاد العدد اللي كيكون هنا كيرجعو للطرف الثاني وكيبدلو الإشارة نفس الشيء هي، ولكن خصنا نعرفو بلي هاد السطر هذا جا من هاد انطلاقا من هاد المسألة اللي قمنا بها هنا، من هاد المبدأ اللي خدمنا به هنا. واضح؟ يعني من بعد ماشي مشكل، خدم مباشرة، خد هاد العدد 5 ورجعو للطرف الثاني وغير له الإشارة، زائد مثلا غتولي ناقص، كتناقص غتولي زائد، ولكن خصنا نعرفو علاش، لأننا كنكونو زدنا المقابل داك العدد في كلا الطرفين، الطرف الأول عطانا المجموع ديالهم صفر والطرف الثاني كنحسبو. صافي، واضحة شباب؟ مزيان. إذا إكس ديالنا كتساوي 7 ناقص 2 اللي هي عفوا 7 ناقص 5 اللي هي 2. صافي، اذا حل المعادله ديالنا هو 2. واضح؟ اذا حل المعادله هو 2. مزيان، وما نساوش شويه العربيه نكتبوا لدينا، يعني إذن أو شي حاجة أخرى. صافي، مفهومة بالنسبة للمعادلة من نوع
اكس زائد ا كتساوي ب، يعني مجهول زائد شي عدد كيعطينا عدد اخر. مزيان، ندوزو نوع تاني من المعادلات. اذا نشوفو هاد النوع من المعادلات اللي كيكون كيتكتب على شكل ا اكس كتساوي ب. ناخدو كمثال، عندي هنا كمثال 5 اكس مثلا كتساوي ناقص 15. مزيان، اذا نفس الشيء انا شنو عندي هنا في المثال السابق، كان عندي الجمع، هنا عندي الضرب. 5 اكس كتعني 5 في اكس، فبالتالي نفس المبدأ، انا خصني في النهاية نجبر اكس كتساوي لي شي حاجة، يعني اي عدد حدا اكس خصو يمشي بحالو، يعني ماشي من جهة اخرى، واضح؟ فهنا عندي الضرب، شنو هو العدد اللي لا انا ضربته في 5 يتختزل، يعطيني 1، لان في الجمع كنفتش على اللي كيعطيني الصفر، في الضرب كنفتش على اللي كيعطيني 1، باش ما يتغير ليش، باش دائما داك اكس كيبقى حاضر. 1 في اكس كتبقى لي اكس، اكس زائد صفر هي صفر. فهمتوني شباب؟ مزيان، اذا انا شنو هو العدد اللي ضربته في 5 يعطيني 1، وطبعا المقلوب، يعني المقلوب ديال العدد 5 هو 1 على 5. عقلي بدل المقلوب، مقلوب كنقلبو العدد اللي في البسط كيولي في المقام، واللي في المقام كيولي في البسط، حيت 5 عندنا هي 5 على 1، فبالتالي المقلوب ديالها هو 1 على 5. اذا نضرب في المقلوب، عندي هنا 5 اكس نضربه في 1 على 5، وفي كلا الجهتين طبعا يا طرف، هنا هنضرب في 1 على 5. مزيان، فهنا كنختزل 5 مع 5 كتمشي، كتبقى لي اكس في 1 هي اكس، وهنا عندي كنت كنضرب بشكل عادي، ناقص 15 في 1 هي ناقص 15 على 5، وهنا راه عندي اختزال 15 على 5، ولكن نمشي معكم دقة دقة. بعد أن نوقف هنا قبل ما نحسب، لاحظوا معايا هنا شنو كان عندي، كان عندي الضرب، يعني شو برصد هاد العدد 5 هزيتو ديتو من جهة أخرى ولا لي قسمة، يعني هاد المسألة هادي ديال أنك تجبر واحد العدد ترجعو من طرف آخر ولي قسمة إلا كان ضرب، أو قسمة ترجع من طرف آخر كتولي ضرب، جات من هاد المسألة هادي، هاد القضية اللي من هنا اللي وضحناها هنا، يعني أنا في الضرب أو في القسمة ديالي نحاول نتخلص من داك العدد اللي حدا إكس، فبالتالي كنضرب في المقلوب. صافي، واضحة الشباب؟ واضحة؟ فأنا هنا اختزلت، وهنا بقات لي ناقص 15 على 5. من بعد نتوما ملي ضبطو الأمور ديالكم بإمكانكم تنقزو هاد السطر مباشرة، تكتب إكس كتساوي ناقص 15 على 5، ولكن نعرف منين جات، منين جات. صافي، من اني كنضرب في المقلوب. اذا عندي ناقص 15 على 5، حتى هذه كتختزل فهي ناقص 3. اذا حل المعادله هنا هو ناقص 3. واضح شباب؟ اتمنى يكون الشرح مفهوم، ونتلاقاو في التتمه ديال شرح دراسه المعادلات في فيديو اخر. الله يعاونكم.